إذن مشاهدينا الكرام، متابعينا ومتتبعي تي في بازيدان عبر اليوتيوب، متواصلين وياكم في ثاني أيام بطولة المفاجآت لكرة القدم في نسختها الخامسة. وإلى جانبي في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الأستاذ الشريف هاشم، رئيس فريق بلد الوليد، الفريق الذي يشارك في هذه البطولة. أستاذي مرحبا بك في البداية عبر تي في بازيدان عبر اليوتيوب، مساء الخير. أهلا وسهلا فيكم سانو. أستاذ هاشم، فريق بلد الوليد يشارك بهذه البطولة ويعتبر واحد من الفرق القوية والمرشح لتخطي المرحلة الأولى، حدثني عن استعداداتكم لبطولة المفاجآت في نسختها الخامسة على وجه مختصر. الحمد لله، أشكرك على الإشادة بفريقي وأبشرك إن شاء الله استعدادنا استعداد جيد بإذن الله تعالى، وإن شاء الله حتشوف فريقنا على الطبيعة. فريق بلد الوليد هل سيقدم أسماء جديدة في الساحة الرياضية في هذه البطولة؟ ما أنكم ستكتفون ربما على الأسماء المعتادة دائما ودوما في الفريق، يعني هل هناك محترفين ستجلبونهم في هذه البطولة وأسماء جديدة على إنجاز التعبير؟ أكيد أكيد في أسماء جديدة، وعندنا مدرب قدير الأستاذ محمد الشمراني، وكان له الفضل بعد الله سبحانه في بروز أسماء شابة، وإن شاء الله حتشوفونها يسعدوكم على أرض الميدان. كيف كانت القرعة؟ هل أنصفتكم بعد أن وضعتكم؟ كيف تعلقوا على مجموعة فريقك؟ هل هي صعبة أم أنها متوسطة أم أنك تراها جيدة؟ والله أنا نظرتي للمجموعات أشوفها مجموعة حديدية صراحة، وإن شاء الله حنثبت وجودنا. كلمة تود أن توجهها لجماهير فريق بلد الوليد المنتظرة بشغف كبير للمباراة الأولى للفريق، والمنتظرة كذلك لأدائكم في هذه البطولة. والله الحمد لله، أنا أطمئن عشاق ومحبين فريق بلد الوليد، وأقول لهم فريقكم بخير والحمد لله يسير في الطريق الصحيح، والحمد لله استعدادات جيدة، وما ينقصنا إلا التوفيق الله سبحانه وتعالى، والذي نرجوه ونتمناه إن شاء الله. تعليقك الأخير أستاذ هاشم في أقل من 30 ثانية نظرا لأن الوقت فقط لداهمنا. والله أنا عندي كلمة شكر، أشكر اللجنة المنظمة لإدارة المفاجآت، والذي الدورة التي أخذت الكثير من اسمها بصراحة، ولفتت أنظار كثير من عشاق كرة القدم، وصراحة من حسن إلى أحسن، والأستاذ أبو سلطان أشكره، وأشكر اللجنة الإعلامية بقيادة الأستاذ خالد بازيدا، وأشكرك. والشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين ولك أنت شخصيا ولضيفيك الكريمين القادمين من دولة الكويت. شكرا جزيلا لك أستاذ هاشم الشريف، رئيس فريق بلد الوليد، أتمنى لك كل التوفيق لك ولفريقك في البطولة. شكرا، أسأل الله لك التوفيق كذلك.